انه للاسف ضعف الرقابه وعدم اعطاء الحريه الكامله لكل رئيس وزراء ياتي بسبب تدخل قد يكون لبعض الاحزاب السياسيه، لان دائما ما نسمع شعارات محاربه الفساد من قبل بعض السياسيين ومن قبل بعض قاده الكتل والاحزاب السياسيه، ان هم بلسانهم يقولون اكو فساد وفساد مستشري في بعض مفاصل الدوله. انا اعتقد ان الفساد يعني اصبح يعني آفة، ولكن للاسف ما تدخل قد يكون بعض خلينا نقول او حمايه بعض المتنفذين لبعض الاشخاص قد يمنع بعض هيئة النزاهة أو رئيس الوزراء. للأسف أنه دائما ما نسمع من الأحزاب أو الشخصيات السياسية أنه محاربة الفساد والكثير من الأمور، ولكن عدم إعطاء الحرية الكاملة للشخص السيد رئيس الوزراء. أنا أعتقد أنه البرنامج الحكومي للسيد محمد الشياع السوداني وللسيد رئيس الوزراء قبل محمد الشياع السوداني والقبله انه محاربه الفساد، احنا نتمنى نشوف الفاسدين بالسجون وما تكون هاي الشعارات، يكون تطبيق على ارض الواقع، ويكون مو اشخاص اعتياديين موظف بسيط او شو اسمه، يكونون يعني اشخاص مثل ما انت تعرفهم وانا اعرفهم. احنا طلعنا بمظاهرات سابقه كعراقيين طالبنا بالاصلاح وبالتغيير وبالقضاء على الفاسدين، ولكن للاسف شفنا سرقه القرن قبل اشهر او قبل سنه، وهسه هاي السرقه الاخرى. فانا اعتقد يجب ان يطبق محاربه الفساد على ارض الواقع ونرى ونشاهد الفاسدين بالسجون. نعم.